هضرتي، انا كلامي هو كلامي. حتى نهار قلت قاطعوا اصحاب الفرشيطه، ما هضبت ما سميت لا قبيلي لا شاوي لا ترقيله حتى واحد، قلت صحاب الفرشيطه. صحاب الفرشيطه هذوما كاينين، كاين تاع مناطق اخرى مش غير في منطقه القبائل، اذا مش منطقه القبائل برك، اذا هناك مناطق اخرى هزين تاني لهذه الفرشيطه هذه. الناس اللي ترفد الفرشيطة أي الشيفونة تاعهم اللي زاد لي يعني يشير لي زواف الراية تاعهم تاع الهوية اللي احنا نقاطعوهم في العقود الاجتماعية، يعني نقصد بها الزواج، والعقود الاقتصادية نقصد فيها البيع والشراء. وعلاش احنا نحدوا ونقولوا طائفة؟ هذه الطائفة ليست منا ولسنا منها، وهي عمرها ما قبلتنا وإحنا عمرنا ما قبلنا. أصحاب الفرشيطة هادو هما اللي داو البلاد، هما اللي كلاو البلاد، هما اللي قتلوا العباد. هادو هما أصحاب الفرشيطة اللي أنا قلت لكم قاطعوهم وما زلت نقول لكم قاطعوهم، لا تتزوجوا منهم ولا يتزوجون منكم، وما نزيدوش نخلوهم عن طريق المصاهرة يدخلوا بيوتنا ونولدوا منهم الاولاد اللي يمنوا بالفرشيطه ويمنوا بالدوله العلمانيه التي لا تؤمن بالاسلام، وما نولدوش معاهم سبب ان احنا ما نجيبوش جيل فرشيطي. ومن حقنا نقاطعوهم ونحطوهم في ركن، ورايحين يعرفوا قدرهم مليح وقيمتهم مليح وحجمهم مليح، ورايحين يعرفوا انهم لا يساووا شيء وما يجيوش حتى 3 ولا 4 ولا 5% من الشعب الجزائري كله. يقول لك الفتنه وما الفتنه، انا ما درت حتى فتنه، انا رفضت تقسيم البلاد، ودائما نهضر وين ترجعوا تلقاوني ونقول انا نتقسم لناش البلاد. نقاطعوهم في المصاهره، ما نزوجوش منهم، ما يزوجوش منا، وقلت ايضا نقاطعوهم حتى في التجاره، وقلت لازم يتقمعوا لانه هادو الناس قاعدين يديروا في الفتنه وقاعدين يقسموا في البلاد وحابين يضوضوا حرب اهليه، وهما اقليه يا اصحاب الفتنه يا اهل النفاق والشقاق ومساوئ الاخلاق يا اصحاب الفرشيطه، لازمكم واحد الحجاج وجاكم المنجل ولازمكم منجل. احنا ما قلنا حتى الواحد روح من البلاد هذه، احنا ما قلنا حتى الواحد روح من البلاد هذه، انت اللي ترجع لبلادك، لان التقاليد نتاعك واللباس نتاعك والتصرفات نتاعك جايه من بلغاريا وجايه من القوقاز، من جبال القوقاز. اذا انا صاحبه الارض، انا واللي كيفي واغلبيه الشعب الجزائري هما اللي اصحاب الارض. فتنه انا ما درت حتى فتنه، انا رفضت تقسيم البلاد. اليوم الجيش في يد الرجال، في يد المجاهدين الحقيقيين، وفي يد اشبال الثوره. امامنا مؤسسه عسكريه على راسها قياده نزيهه وطنيه نوفمبريه باديسيه، حماتنا من فرشيطه واصحاب الفرشيطه. عدوهم اصحاب الفرشيطه. فتنه يا اهل النفاق والشقاق ومساوئ الاخلاق يا اصحاب الفرشيطه، لازمكم واحد الحجاج وجاكم المنجل ولازمكم منجل. وان عدتم عدنا تتخلوا على الفرشيطه وعلى المشروع تاعكم الخرافي، احنا نعاودوا نتصالحوا معاكم، ديروا معاكم هدنه ونتصالحوا معاكم. قلتوا لا لا ولا لا ولازم لنا الفرشيطه في الدلاله، نقول لكم احنا ما نعرفوش بكم. هضرتي، انا كلامي هو كلامي. حتى نهار قلت قاطعوا اصحاب الفرشيطه، ما هضبت ما سميت لا قبيلي لا شاوي لا ترقيله حتى واحد، قلت صحاب الفرشيطه. صحاب الفرشيطه هذوما كاينين، كاين تاع مناطق اخرى مش غير في منطقه القبائل، اذا مش منطقه القبائل برك، اذا هناك مناطق اخرى هزين تاني لهذه الفرشيطه هذه. الناس اللي ترفد الفرشيطه اي الشيفونه تاعهم اللي زاد لي يعني يشير لي زواف الرايه تاعهم تاع الهويه اللي احنا نقاطعوهم في العقود الاجتماعيه، يعني نقصد بها الزواج، والعقود الاقتصاديه نقصد فيها البيع والشراء. وعلاش احنا نحدوا ونقولوا طائفه؟
هذه الطائفة ليست منا ولسنا منها، وهي عمرها ما قبلتنا وإحنا عمرنا ما قبلناها. فأشيطة أصحاب الفرشيطة هادو هما اللي داو البلاد، هما اللي كلاو البلاد، هما اللي قتلوا العباد. هادو هما أصحاب الفرشيطة اللي أنا قلت لكم قاطعوهم، وما زلت نقول لكم قاطعوهم. لا تتزوجوا منهم ولا يتزوجون منكم، وما نزيدوش نخلوهم عن طريق المصاهرة يدخلوا بيوتنا ونولدوا منهم الأولاد اللي يمنوا بالفرشيطة ويمنوا بالدولة العلمانية التي لا تؤمن بالإسلام، وما نولدوش معاهم سبب ان احنا ما نجيبوش جيل فرشيطي. ومن حقنا نقاطعوهم ونحطوهم في ركن، ورايحين يعرفوا قدرهم مليح وقيمتهم مليح وحجمهم مليح، ورايحين يعرفوا انهم لا يساووا شيء وما يجيوش حتى 3 ولا 4 ولا 5% من الشعب الجزائري كله. يقول لك الفتنه، وما الفتنه؟ انا ما درت حتى فتنه، انا رفضت تقسيم البلاد، ودائما نهضر وين ترجعوا تلقاوني ونقول انا نتقسم الناس البلاد. نقاطعوهم في المصاهره، ما نزوجوش منهم، ما يزوجوش منا. وقلت ايضا نقاطعوهم حتى في التجاره، وقلت لازم يتقمعوا لانه هادو الناس قاعدين يديروا في الفتنه وقاعدين يقسموا في البلاد، وحابين يضوضوا حرب اهليه، وهما اقليه يا اصحاب الفتنه، يا اهل النفاق والشقاق ومساوئ الاخلاق، يا اصحاب الفرشيطه لازمكم واحد الحجاج، وجاكم المنجل ولازمكم منجل. احنا ما قلنا حتى الواحد روح من البلاد هذه، احنا ما قلنا حتى الواحد روح من البلاد هذه. انت اللي ترجع لبلادك، لان التقاليد نتاعك واللباس نتاعك والتصرفات نتاعك جايه من بلغاريا وجايه من القوقاز، من جبال القوقاز. اذا انا صاحبه الارض، انا واللي كيفي واغلبيه الشعب الجزائري هما اللي اصحاب الارض. فتنه انا ما درت حتى فتنه، انا رفضت تقسيم البلاد. اليوم الجيش في يد الرجال، في يد المجاهدين الحقيقيين، وفي يد اشبال الثوره. امامنا مؤسسه عسكريه على راسها قياده نزيهه وطنيه نوفمبريه باديسيه، حماتنا من فرشيطه واصحاب الفرشيطه. عدوهم اصحاب الفرشيطه. فتنه يا اهل النفاق والشقاق ومساوئ الاخلاق، يا اصحاب الفرشيطه لازمكم واحد الحجاج، وجاكم المنجل ولازمكم منجل. وان عدتم عدنا تتخلوا على الفرشيطه وعلى المشروع تاعكم الخرافي، احنا نعاودوا نتصالحوا معاكم، ديروا معاكم هدنه ونتصالحوا معاكم. قلتوا لا لا ولا لا، ولازم لنا الفرشيطه في الدلاله، نقول لكم احنا ما نعرفوش بكم.